يلا نبدأ بقى، اعمل متابعة ودوس على القلب واختار اللعيب المناسب ليك. انا طبعا شيكابالا لو بيلعب لو قدام لعيب من بلدية المحلة مش هختار شيكابالا، مع اني عارف ان هو لعيب بس انا ما بحبوش على وجه الخصوص. هنبدأ بمحمد صلاح، ابو تريكة ولا محمد صلاح؟ طبعا محمد صلاح ليه انجازات وابو تريكة ليه انجازات، فطبعا هختارك انت يا ابو تريكة. حسام غالي ولا ابو تريكة؟ ابو تريكة. عمرو زكي ولا ابو تريكة؟ ابو تريكة. حازم امام ولا ابو تريكة؟ الاتنين جامدين والاتنين بحبهم، ابو تريكة. ابو تريكة ومين ده؟ مش واخد بالي. ميدو ده؟ ميدو تقريبا. و ابو تريكة. وائل جمعة ولا ابو تريكة؟ ابو تريكة. الخطيب ولا ابو تريكة؟ جامدة اوي دي. الخطيب ولا ابو تريكة؟ دي جامدة 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 اوي 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 اوي. طبعا انا هختار ابو تريكة. حسن شحاتة الراجل المحترم ولا ابو تريكة؟ ابو تريكة. معلش بقى اختارك انت تاني. احمد حسن ولا ابو تريكة؟ ابو تريكة. حسني عبربه بتاع الاسماعيلي وبتاع منتخب مصر واللعيب الجامد قوي ولا ابو تريكة اللي اجمد منه؟ ابو تريكة يا عم، امشي على جنب ابو تريكة. خلاص كده انتهت، وننهي الحلقة ونختار بقى عشان محمد صلاح برضو ما يزعلش مننا، هنختار ابو تريكة. متنسوش تشتركوا في القناة.